بنحل مشكله الاضاءه الثابته اللي موجوده في المكان. اكتر من بحث بيثبت ان العين محتاجه تتعرض لاضاءه متغيره زي ضوء الشمس بالظبط، بيبدا باللون الابيض ويبدا على مدار المغرب لونه يتغير للون الاحمر. ده بالظبط اللي احنا بنعمله باللمبه بتاعتنا، ان احنا بنخلي الاضاءه يبدا اللون بتاعها يبدا باللون الكول اللي هو اللون الابيض قوي، ويبدا يتغير اللون بتاعها يميل للورم لغايه على مدار الليل. هدفنا العام ان احنا نغير مفهوم الاضاءه من الإضاءة الثابتة لإضاءة اللي هي بنقدر نتحكم في لونها ونقدر نتحكم في شدتها.